بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد عاشور، مدرس علاج الاورام بكليه الطب جامعه اسكندريه. احنا بنعالج ناس بالعلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني والعلاج الموجه. احنا دلوقتي في تطور كبير قوي في علاج الاورام. الورم او السرطان ما بقاش دواء، ما بقاش مرض قاتل، بالعكس في ادويه كتير موجوده. الحاجه الاهم من كل ده هو الكشف المبكر. الكشف المبكر بنقدر ان احنا نكتشف الورم في مراحله المتقدمه ويتعالج العلاج الكويس، وبفضل الله ناس كتير قوي بتخف وبتعيش فترات طويله وبترجع وبتبقى طبيعيه جدا. فانا بنصح اي حد لو يعني يشوف موضوع الكشف المبكر عشان ان احنا نقي نفسنا من السرطان نقدر نحاربه، وبفضل وباذن الله ان شاء الله هنقدر نحارب السرطان. شكرا.